من بين المسائل التي سنقوم بطرحها على السيد وزير الداخلية وما هو متعلق بملف الإرهاب والأسلحة في تونس، وأمام طبعا عدم الاستجابة لطلب المقابلة واستيفاء جل التراتيب الجاري بها العمل، قررنا عقد هذه الندوة لتسليط الضوء على ملف الإرهاب وتقييم التعاطي الأمني مع الظاهرة وكشف كما قلنا معطيات هام وتقديم شهادات حية متصلة بها وطرح بعض الحلول الممكنة لوضع حد انتشار الإرهاب في تونس واجتثاثه. أول نقطة سلبية مسجلة واللي تعرفوه هي محدودية التجهيزات الإدارية وغبابية التعليمات وغيابها أحيانا ممن جرى عنه سقوط جرحى وشهداء في صفوف الأمنيين. اتسمت التعليمات الضبابية والغياب أحيانا أثر سلبا على المعالجة الأمنية والتعاطي الأمني إزاء تنامي ظاهرة الإرهاب وتغلغلها، وطرح أكثر من استفهام واستغراب من الأمنيين الميدانيين أنفسهم خاصة مع التأخر في إزاء التعليمات الواضحة والصارمة بالتدخل العملياتي مع وجود جانب استعلامي حائز على المعلومة وفي سياق علاقة التعليمات بملف الإرهاب. والجميع يتذكر التصريحات الإعلامية الواردة على لسان بعض الأمنيين الميدانيين والمختصين في التصدي للإرهاب ينتمون للفرق النخبة أي الاختصاص حول عدم وجود التعليمات للتصدي للإرهابيين وعدم إطلاق النار عليهم، بل وجود تعليمات عكسية أحيانا للتساهل معهم من قبيل إزداء الأمر بتغيير أماكن التمركز بالنسبة للدوريات الأمنية لتمكين المجموعات الإرهابية من التزود بالمؤونة. كذلك نقطة أخرى، التعيينات القيادية المشبوهة والمبنية على التحزب والفاقدة للكفاءة والحياد قيدت الأجهزة الإرشادية والاستعلاماتية، فرغم الجهود الكبرى المبذولة من طرف أعوان الاستعلام والإرشاد من حيث الاستقاء وتجميع المعلومات المتعلقة بملف الإرهاب ورفعها في شكل تقارير كتابية للقيادات الأمنية فإنه لم يقع التعامل معها بحرفية وبصفة فورية، يعني الحرفية والإجراء العملي فوري كان غايب وهو ما قلص من أهمية محتوى التقارير المرفوعة. مثال حي، المدير العام للمصالح المختصة السابق سي محرز الزواري الذي صرح وبعظمة لسانه على قناة نسمة أنه لا يعرف مقر الحزب الحاكم في تونس العاصمة، وهنا يطرح تساؤل حول كيفية إشرافه وتسييره لإدارة عامة تعد من أولى الإدارات الأمنية المكلفة بمتابعة ملف الإرهاب ومباشرة معالجته خاصة من حيث كشف بؤره وتحديد هويات عناصره ومراقبة أهم تحركاته. العفو الرئاسي هو أحد الأسباب المباشرة في انطلاق لانتشار ظاهرة الإرهاب وتغلغلها خاصة لافتقاده لمقاييس موضوعية مدروسة فيما يتعلق بالإفراج خاصة عن عدة عناصر تعلق بها قضايا إرهابية على غرار ما سمي بمجموعة سليمان والتي أثبتت الوقائع والأحداث أن أغلب عناصرها المعفو عنهم هم من العناصر المهيئة والمساهمة في الأعمال الإرهابية الأخيرة، وهذا ما تتحمل مسؤوليته أيضا وزارة العدل. أمنيون طبقوا القانون فكان جزاؤهم الإحالة على التقاعد الوجوبي أو السجن أو النقل التعسفي. نبدأ بالنقيب الشهيد النقيب عماد الحيزي، هو من كشف أول مخزن للأسلحة بمدنين وتمت نقلته إثر ذلك إلى سيدي بوزيد ليستشهد في أحداث سيدي علي بن عمر. في السياق هذا حب معناها أن نتوجه التحية لأخونا سي محافظ الشرطة سي علي البوزلاتي الذي حذر من عملية اغتيال سياسي ثانية، يعني بعد وقت اللي تمت اغتيال الشهيد شكري بالعيد، يعني كان حذر قال لو فما عملية اغتيال باش تكون تابعة للعملية هذه، لكن وقتها تم إيقافه 6 أشهر عن العمل، واليوم أثبتت الواقع أنه مثلا كلام سي علي الوزلاتي كان كلام صحيح. معناها نشوفوا احنا المعلومات هذه، راهي معلومات من طرف أمني، كي يعطيك المعلومة تاخوها بعين الاعتبار يمكن تنجم توصل بها الحل وتحد الإشكال قبل ما يصير. كذلك عندنا وضعية هامة جدا اللي هي وضعية نظر الأمن سفيان بن حاج عمر السجين على خلفية إعلامية عن حيازة أحد المنتمين لحركة النهضة بحمام الغزاز لسلاح ناري. عليكم على وضعية العقيد كمال الوهابي المحال على تقاعد الوجوبي بتاريخ 1 أكتوبر 2012. هنا لسه شحال من تقاعد الوجوبي؟ تو عام وشهر بعض أيامات لسه ما لقيت حتى جواب.
ماشي هذه فصل معناها سامحني عبارة لي كي نخدم في سالي متاع واحد قالي برا مشي روح بعد 23 سنة سيرفيس وملين صرف تعليم على صرفتها الدولة المجموعة الوطنية صرفتها بعد قالي برا مشي روح بعد إنسان كانوا يخدم في سالي وما نعرفش